لقاء آخر مع الأحباء في قناتهم جعفري وري، والتي من خلالها أحاول ألبي الطلبات والرغبات ديال التلاميذ ديالنا الأوفياء. مرة أخرى يتم تناول الموضوع يشغل بال الكل ومتعلق بالأساس بالإنشاء، حيث أننا كنحاول ما أمكن نعطيهم كل المعطيات اللي تساعدهم باش يحاولوا يتوفقوا، وعلاش لا ما يوصلوش على 10 على 10 في لا ديكسيون اكيد. وصلنا الآن إلى الخطة رقم 5، حيث أؤكد على الدور الكبير في المساعدة على التوصل للتمييز في تدوين سطور الإنشاء الحجاجي، حيث أننا كنحاول نعطيو كل ليزاليمون اللي مهمين كل بارتي ديال لا برودكسيون كيت باش يوصل الإنسان أنه وصل لنقطة مميزة. فالخطط تساعد التلميذ على أساس أنه أجزاء كاملة تكون متكاملة ديال الإنشاء. بما أنه في البروميير غادي مطلوب إنشاء حجاجي، فهو عنده خططات اللي كتهمو. هنا كنشوفو بالأساس لو بلون ديالكتيك. فوصلنا لرقم 5، خطط رقم 5. كاين خططات أخرين، فكنحاول ما أمكن نجدد ونعطي معطيات جديدة في كل الخطط. لهذا فالتلامد اللي كنقول بأنه غيتميزو هما اللي غيشوفو الخطط كاملين، وحاولوا يشوفوا الكلمات المفتاح ديال كل بارتي، كل جزء من لا برودكسيون اخيت، ويحاولوا يستعملوهم عوض اننا ناخذ واحد الخطط نستعملوها كامله، لانه ممكن وصل لتشابه مع تلاميذ وحدين اخرين، بخصوص انه لا شين ديفلوبت بزاف وصلت لمجموعه ديال التلامذ، وهاد التلامذ هادو كيفرقوا بيناتهم في اطار عمل كيتفرق في وورد ولا بي دي اف. لهذا فتجنبا لاي تشابه فكنطلب من التلاميذ انهم يشوفوا الخطط كاملين، يحاولوا يجتهدوا في الاجتهاد الخاص ديالهم، ويحاولوا ياخذوا العناصر الاساسيه فيهم ويديروا خطط شخصيه ديالهم باش يتجنبوا اي تشابه. واللي ما استطاعش فعلى الاقل انه يمشي كل خطط وياخذ فقط واحد الجزء منها، ياخذ من واحد الخطط مثلا المقدمة، وخطط واحدة أخرى العرض، وخطط أخرى الخاتمة، لأنهم هما مرسومين بشكل موحد. فبدير أنه الطريقة اللي كنشرح بها أي خطط كنشرح بها حتى الأخرى، فبدير الفراغات فهي نفسها، وكل المحاور اللي خصها تزاد فهي نفسها في الخطط كاملة. لهذا ما يلقاوش المشكل، لأنه كنت قبل ندير خطط مختلفة التنوع ديالها في الطريقة ديال التعامل، لقيت بانه التلاميذ ربما كيلقاو مشكل. لهذا اتجهت انني ندير صيغه واحده في الخطط كامله. في قديم الايام ان شاء الله في القريب غيكون كذلك عمل مميز اخر اللي هو فيه كل لي زيكسبرسيون اللي ممكن الانسان يستعملهم في الانتروداكسيون ولا في الديفلوبمون ولا في الكونكليزيون. كنحاول ما امكن الطلبات ديالكم، لهذا نتمنى انكم حتى نتوما تشجعوني في القناه ديالي، هي القناة ديالكم، وباش أنه تكون متميزة أساسا وتساعدكم في هذه السنة، وتساعد كذلك تمدنا في الأيامات المقبلة إن شاء الله ولا السنوات المقبلة إن شاء الله. فكنقول لكم بأنه هذه القناة فهي غادي في التطور، وحتى التمد مثلا اللي غادي يستفدوا من هذه الخطط هذه، فإحنا غنوجد لهم أعمال أخرى اللي ممكن تفيدهم في السنوات القديمة، سواء في الثانية بكالوريا ولا من بعد البكالوريا، في فيديو اللي عندهم علاقة سواء بلا كومونيكاسيون ولا لا تكنيك ديكسبرسيون اللي هما يحتاجوها في السنوات المقبلة إن شاء الله. الهدف ولا لوبجيكتيف من هذا الفيديو هو أنه غادي يجي نكتبو واحد السوجي أرغومونتاتيف حجاجي ونتبعو لو بلون ديالكتيك. فقلت بأنه كاينين فيديوهات سابقة قلت فيهم différents dans le plan analytique ou le plan simple ou là le plan dialectique. هذا كنطلب منكم انكم تراجعوا حتى الفيديوهات السابقه باش انه يكون التهيئ ديالكم متكامل، وتفهموا لي بلان كاملين وشنو ممكن تكتبوا فيهم. والتسجيل ديالكم في القناه غيخليكم كذلك انكم
تطلعوا ولا تشوفوا كذلك الفيديوهات لاحقا ان شاء الله اللي عندها علاقه مع لا برودكسيون اكيد ولا عندها علاقه مع دوتر اكتيفيتي اللي ممكن الانسان من خلالها هي الامتحان ديالو بشكل جيد. ذكر بانه في الانتروداكسيون اون بريزونت لو سوجي، لو سوجي عن طريق واحد الفكره عامه ولا عن طريق واحد لا ديفينيسيون، وكذلك نبين شنو هي لا بروبليماتيك، شنو هي الاشكاليه المطروحه. بعد جانونس لو بلون، ممكن هاد لو بلون هذا نبينو عن طريق اسئله ولا عن طريق واحد الجمله عامه اللي كنبين شنو ممكن نكتب في لو ديفلوبمون ديال العرض. كنأكد بانه بالنسبه للبلون ديالكتيك فالشيما كاملين اللي قدمت ولا اللي ممكن نقدم فهما غيكون عندهم صيغه واحده وحده، انه غيكون فراغ واحد في الانتروديكسيون اللي كيكون خاص بالموضوع المطروح، وكذلك جوج فراغات في الديفلوبمون سافو دير لي زارغيمون بور اي لي زارغيمون كونتر، وفي النهايه سافو دير لا كونكلوزيون كيكون فقط فراغ واحد اللي من خلاله كنحاولوا ما امكن نبينوا وجهه النظر ديالنا مع لي زارغيمون لي زيكزامبل ديالنا اللي كنأسسوا عليهم بيان سور. دونك هاد وجهات النظر ديالنا، فكتلاحظوا بالنسبه للانتروديكسيون فقط كاين واحد الفراغ واحد اللي من خلاله كنكتبوا فقط لو سوجي اللي مطروح لنا. اذا فليكزامبل ولا الخطاطه هي مفصله وكتساعدكم باش انكم تحاولوا تكتبوا كل الاجزاء بشكل مدقق، ولهذا فاختاريت انه نقلب على كلمات مفتاح اللي هي اساسيه باش تحاولوا تميزوا في العمل ديالكم. ندير واحد التوطئه قبل ما نكتبوا شو هو الموضوع اللي عندنا، ونكتبوا التوطئه قبل ما نديروا لي زارغومون ولا لي زارغومون ولا قبل كذلك ما نعطيو وجهات النظر ديالنا. ف il y a belle lurette le sujet 2 semble donc le sujet 2 هنا غنحو شنو هاد لو سوجي، شنو هو الموضوع. في صافي لونطون وانه هاد لو سوجي سومبل بوان دو مير دو توت لا سوسيتي، سي فري انه المجتمع كامل كيهتم بهذا الموضوع هذا اللي مطروح. اي لي بوان دو في سون انتينوميك، ودائما كنحاول ما امكن نستعمل كلمات مغايره كل الخطط ديالي. انتينوميك سا فدير كونتراديكتوار، سا فدير غير متناسقه غير متجانسه. اونتر لو بون اي لو مال، لو جوست و لو فو، اونتر لا ريزون اي لا ريزون، كيل سوري لا في كي بوغي اتر لو بلو بيرتينو، سورتو كو ريان ني بارفي دون نو بونسي سوف شي لي زونج دو بارادي. هنا لي زونج دو بارادي هما ملائكه الرحمه، فالافكار كتبقى دائما نسبيه ديال اي واحد. كيما كان الحال ما يمكنش نقولوا بانه كنمتلكوا الحريقه المطلقه، فممكن الانسان يخطا في التفكير ديالو ولا في التوجه ديالو، هذا ماشي عيب. الاساسي هو انه يكون منفتح على الاخر ويحاول انه يناقش معاه، وهذا النقاش هذا هو اللي غادي ممكن يعطي ثمار اننا ننفتحوا على افكار واحده اخرى ديال الطرف الاخر، وهذه الافكار المتناقضه هي اللي غادي تكون عندنا ان شاء الله في الديفلوب. ان هذه الافكار المتناقضه اللي ما منسجماش فنحاولوا ما امكن نبينوها في الديفلوبمون، سا فيدير انه الناس اللي مع نعطيو الراي ديالهم بيان سور في الموضوع مع لي زارغيمون مع الحجج ولا الامثله، كذلك من خلال لونتيتاز سا فيدير اللي ضد لو سوجي اللي مطروح مع لي زارغيمون ولي زيكزامبل بيان سور. نأكد بانه على لي زارغيمون في حالة الا كان عندكم مشكل فممكن ترجعوا لي فيديو اللي كنهضروا فيهم على لي زارغيمون جينيرو، غير خصكم تكونوا بيان سور متفوقين في الاختيار ديال هاد لي زارغيمون هادو. في حالة الا لقيتو مشكل في لي زارغيمون فدائما كنأكد انكم ممكن تعتمدوا على امثلة ديال الواقع اللي كنعيشوه من خلال ما يقع في العالم بشكل عام في الايام الاخيرة ولا عبر التاريخ، ولا كذلك من خلال اللي مهم بزاف هو انه نعطيو امثله من الروايات اللي عندنا في المقرر. الخطط اللي اخترنا بالنسبه للديفلوبمون فهي امامكم، فكتلاحظوا بانه كاين جوج فراغات اما الخطط السابقه واللي ممكن تجي من بعد. الفراغ الاول كيبين شنو هي الحجج والامثله اللي ممكن نعطيو مع الناس اللي كيكونوا مع الموضوع، سافي دير لي بارتيزون ceux qui sont pour. بالنسبه للفراغ الثاني فوجهه النظر ديال الطرف المناقض ولا اللي عنده وجهه مختلفه، وبيان سور بلي هنا كنكتبوها مع لي زارغيمون ولي زيكزامبل بريسي، ما اكد بانه لي زارغيمون ولا لي زيكزامبل الحجاج ولا الامثله فهي مهمه
تعطي واحد القيمة كبيرة للسوجي ديالنا، لأن الخطط فكتبان بأن هي متكاملة، وكتلاحظوا بأنه في الجزء الأول كاين واحد قديم اللي هو ماشي سهل، اللي هو نقدر نقولو فيه تفصيل، عاد كنعطيو وجهة النظر مع لي زاركيمون، وكذلك بالنسبة للدوزيام بارتي. وهذا هو اللي كيخلي الانسان انه يكون ناجح في لابروفيسيون اكيد. فحتى الا كان لا قدر الله انه الانسان ما عطاش دي زارغيمون بزاف، الا عطيتي غير ارغيمون في البلاصه راه ديجا راه مزيان، لانه ديجا كتكون درتي واحد التوطئه اللي هي متكامله بالنسبه للسوجي ديالك. اذا شنو اخترنا بالنسبه لهذا الكانفا ديال الديفلوبمون؟ D'un côté, beaucoup de gens s'orientent à se rattacher positivement au sujet. Ça veut dire qui t'fallo ijabien ma le monde, tout en se basant sur de multitudes de raisons, en se référant à leur propre raisonnement. Bien sûr, on a qui s'endo à la mjmoua ديال الاسباب وعندهم واحد التفكير ولا طريقه ديال التفكير ديالهم اللي كيعتبروها ان بون سونس، ça veut dire في الطريق الصحيح. استيم كو نعطيو وجهة النظر ديالهم مع لي زارغيمون هنا بيان سور في هاد لابارتي هادي. لا دوزيام بارتي ديال لو ديفلوبمون دو لوتر كوتي، تلاحظوا بانه حتى بالنسبه لهاد الخطاطات فهم فيهم بزاف ديال لي ليان لوجيك اللي كيساعدونا باش اننا ممكن يكون تدرج في الافكار اللي كنعطيوها، وكيساعدنا كذلك باش نتميزو وناخدو نقطه ايجابيه. L'autre côté, les arguments cités auparavant, les arguments les canons, trouvent une sourde oreille chez l'autre rang qui s'oppose catégoriquement à cette affirmation tout en se référant sur un regard personnel. Et donc, cette fille a dit, ما كتهتمش بما يقال قبل، ما كتسمعش لهذه الافكار هذه، تحاول ما امكن حتى هي تعتمد على واحد الرؤيه شخصيه، واحد لوغا بيرسونيل، تيان كونت دو لور كونفيكسيون et leur représentation du monde conscient et inconscient. L'insan باش كي يكون عنده واحد الراي معين فهو كيستند على لي كونفيكسيون ديالو، سا فيدير شنو الحاجه اللي كيكون متاكد منها ولا اللي كيكون عارف بانها هي صحيحه. لو ريبريزونطاسيون دي موند كان كونسيون كونسيون، كل واحد فينا عنده واحد الرؤيه لهذا العالم اللي كنعيشو فيه، وهذه الرؤية كتكون إما بشكل واضح ولا كيكون يدخل فيها حتى العقل الباطني، حتى العقل الباطني ديالنا لاكونسيون ديالنا، هو كيخلينا ناخذ واحد التوجه معين وتكون عندنا أفكار معينة. il s'agit d'une monnaie unique qui est donc كنعطيو بيان سور على وجهة النظر مع لي زارغيمون اي لي زيكزامبل. بالنسبة للكونكلوزيون الخاتمة فكنعطيو وجهة النظر ديالنا البوان دو في بيرسونيل ونزيدو عليهم دي زارغيمون ولا دي زيكزامبل. كما دائما فرح اما دي زيكزامبل في الكوتيديان ديالنا ولا كذلك من لي زوفر اللي قريناها بشكل عام سواء في سنوات سابقة ولا سبق لنا قريناها ولا اللي كاينين في المقرر، وكاين اون اوفيرتور في الاخر كنبينو بانه فقط النقاش مفتوح على لو سوجي، وميمكنش الانسان بانه الا واخد واحد النظرة معينة فكيبقى انها صائبة. فاللي كنأكد عليه هو انه لا كونكليزيون عندها واحد الأهمية خاصة، نحاولوا ما امكن اذا كانوا عندنا دي زارغيمون مهمين فيجب اننا نخليهم للاخر، لانهم كنقولوا لي فان جوستيفي لي مويان، سا فيدير انه ممكن متفوقش في انك تكتب مزيان لانتخوديكسيون وديفلوبمون تميز في الكونكليزيون تكون عندك نقطة مزيانة، ولكن العكس لا ميمكنش. راه واخا تخدم مزيان لانتخوديكسيون وديفلوبمون راه الا مدرتيش كونكليزيون مزيانة راه كتربح وكتغطي حتى على داك المجهود اللي درتي. لهذا فكنقول لكم تحاولوا ما امكن تعطوا أهمية خاصة للكونكليزيون. بالنسبة للخاتمة الخطط اللي اعتمدنا عليها فكتلاحظوا بأنه دائما هناك فراغ واحد خطط كاملة كيسهل عليكم حتى في حالة إلا بغيتيو تاخدو عن برودكسيون من جهة وديفلوبمون من جهة وكونكليزيون من جهة ما تبقاوش مشكل، صافي ديغ لي غاك اللي تبعنا كلهم في نفس في الخطط كاملين. فبالنسبة للملاحظة فهو كاين واحد التوطئة اللي هي مهمة قبل ما نوصلو لهاد لو بوان دو في بيرسونيل مع لي زاغيومون، لأنه ما تنساوش بأنه الخاتمة عندها واحد الدور كبير، لأنه كنقولو لي فان جوستيفي لي مويان. فممكن أنه شي تلميذ ميتفوقش ربما في لانتخوديكسيون ديفلوبمون، ولكن لا كونكليزيون إلا تفوق فيها فهو كيعطي على ما سبق، ولكن في حالة ما تفوقش في لا كونكليزيون راه ممكن كي
يعطي واحد النظرة سلبية حتى ربما على ما تكتب في الإنشاء سابقا. لهذا فكان نأكد عليكم أنهم تحاولوا ما أمكن تخليوا أمثلة ولا لي زاربيمون اللي مهمين، الحجج اللي مهمين، لا كونكلوزيون، باش تحاولوا تخليوا واحد الصدى اللي هو مهم في النهاية ديال الكتابة ديال الإنشاء ديالكم، باش تحاولوا تاخذوا نقطة اللي هو مزيانة متميزة. إذن بالنسبة للخطط اللي اخترنا في هاد لا كونكلوزيون، اون ديفينيتيف في النهاية إلي دونك بيان ليجيتيم de se demander sur la véracité et le bien fondé de telle thèse. Ça veut dire non. قبل أن نتسألوا على مدى مصداقية ديال اللي تقال بالنسبة للناس اللي كانوا معاه ولا ضد. دايوغ أو تيرم دي ريفليكسيون سامبل، إلا فكرنا غير واحد التفكير اللي هو بسيط ولا سولون نوتر بروبر لوجيك، سا فو ديغ المنطق ديالنا اللي كنتبعو عليه، سو فوند أترافيغ لي فالور، لي فالور اللي هما القيم ولا التجارب الشخصية لي زيكسبيريونس بارسيل بيرسونيل، توتون ونيو بوسيدي لا رياليتي توتال. ودي كنحاول ما امكن اننا نبينو باننا راه ما كنمتلكوش الحقيقه المطلقه ولا الحقيقه الكامله، يبقى هذا فقط وجهه نظر اللي ممكن الانسان يتساءل على مدى مصداقيته بيان سور، وهذا هو اللي كنحاولوا نطرحوه هنا كوم ارغومون بيان سور. وهنا كنقولوا مدى مصداقيه هذا لو بوان دو في ديالنا، واش عندنا الحق اننا يكون عندنا هذا لو بوان دو في بيرسونيل ولا لا. في النهاية ديال هذا الفيديو هذا فجعفر البروكري نشكركم على التشجيعات ديالكم، لأنه التشجيعات ديالكم هي اللي خلتنا نوصلوا يكون عندنا نفس طويل نوصلوا لهذه المرحلة هذه المتقدمة في هذا الشهر اللي كتزيد في الأمام بشكل كبير بزاف. ونتمنى أنها تكون المساعدة دائما، أنها تكون دائما كاينة حاضرة باش أننا تعطينا النفس اللي هو أقوى باش نزيدو الأمام، خصوصا نحاول ما أمكن أننا نديو الطلبة ديالكم والرغبات ديالكم. وكيشجعنا كذلك حتى التعليقات ديالكم وكذلك لي كونتاكت اللي كيكونوا معنا من خلال التشجيعات، ومن خلال كذلك أنه حتى التلامذ مازال كيجيونا هذا ميساج من عندهم واللي كيشكرونا على هاد المجهودات اللي كنقوموا بها، وكيبينوا لنا بانهم جابوا نقاط اللي هما مميزه من خلال هاد الخطط اللي كنا عطيناهم. فقط نذكر بانه هاد الخطط اللي زدت هاد العام هادي فاسبق ليا عطيتها المجموعه ديال التلامذة بالنسبه للسنه الماضيه وجابوا نقاط اللي هو مميزه، ولكن كانوا اذكياء في الاختيار بيان سور ديال الافكار ديالهم، وكذلك لي زاليمون لو بليز في كل تيما وتميزوا وجابوا نقاط مميزة، وكاين 8 9 دونس 9 دونس في الإنشاء من خلال الخطط اللي سبق ليا عطيتها في الفيديو ديالي. مازال كاين أعمال أخرى تحاولوا معكم تتبعوها، وكنتظر منكم المزيد من التشجيع ولي بارتاج لي لايك، وهادشي هذا ما يزيدنا إلا واحد يعطينا واحد ليلة القدام باش نحاولوا نديروا الرغبة ديالكم في الأيامات اللاحقة إن شاء الله. وما تنساوش بأنه خصكم تبقوا معنا في لاشين ديالنا، لأنه كاين مفاجآت أخرى اللي ربما متعلقة بالامتحانات بشكل عام ولا من خلال أنكم تطوروا اللغة ديالكم سواء بالنسبة للكري ولا لا كومينيكاسيون أورال، لا كومينيكاسيون إيكريت ولا أورال ولا كل ما يتعلق بالديفلوبمون بيرسونيل، وكيفاش أنكم تهيئوا على أحسن وجه الامتحانات ديالكم. واللقاء قريب إن شاء الله.